بديت مشوار الإنقاذ من سنة 2014 لسنة 2016، كنت منقذ برك سباحة، وبال2016 اتعلمت منقذ بحري واجيت على بحيرة طبرية أشتغل فيها. يا إخوان، زي ما بتعرفوا طبرية معروفة بالحر الشديد وموجات الحر اللي بتجيها. إسا درجات الحرارة بهاي الفترة بشهر 7 و8 بين 40 درجة ل 45 درجة بأغلب الأيام. أنا نصيحتي لكل اللي بحبوا يستجموا ببحيرة طبرية، ييجوا أول إشي وين في محطات إنقاذ ومنقذين عشان ندير بالنا على سلامتكم. هاي أول شغلة. ثاني شغلة يا إخوان، اشربوا كميات مي كبيرة عشان تحافظوا على درجة حرارة الجسم الطبيعي، وما تتعرضوا لضربة شمس، وما تخاطروا على حياتكم، وكلوا أكل صحي. والشغلة الثالثة، دوروا على الأماكن المظلة وما تتعرضوا لأشعة الشمس بشكل مباشر. نصيحة مني لإلكم. وأطفالكم والأولاد اللي بحبوا يفوتوا على البحيرة مع طواشات أو مع أي فرشة بحر أو أي إشي مننفخه، ألعاب نفخ، تفوتوا عليها بالبحيرة لحد الساعة 12 بلشوا طلعوها من البحيرة، لأنه بحيرة طبرية معروفة بالرياح الغربية الخطيرة اللي بتسحب لأعماقها بلحظات بدون ما نحس على حالنا. يا إخوان، إحنا مننام على الفرشة ومنبطل نحس للرياح لما تقوى وتطلع بشكل مفاجئ. عشان هيك انتبهوا على حالكم من هاي الشغلة من الرياح. زي ما انتوا شايفين هاي الساعات بعد الظهر الرياح بتكون قوية جدا، حتى بتصل قوة الرياح لخمسين كيلو متر في الساعة، يعني كثير قوية. وطبعا أصحاب مطارات البحر والسفن، ما بنصحكم تنزلوا السفن ومطارات البحر بساعات بعد الظهر، لأنه البحيرة خطيرة وهاي الرياح بتتوهكوا وما بتخليكوا ترجعوا على الشط اللي نزلتوا منه مطور البحر أو السفينة. أنا كمنقذ بالبحيرة بواجه أسئلة من المستجمين عن ظاهرة الأفاعي والحشرات. أنا بنصح الجميع يجوا يتسبحوا ويستجموا بالأماكن المرخصة للسباحة عشان البلدية بتحافظ على سلامكم وأمانكم. البلدية بتجيب ناس مختصة إنه تحط مبيد حشرات بالأماكن اللي بتواجد فيها الحشرات والأفاعي وتمنع عنا الخطر. يعني القضية هويني يا إخوان، أنتوا بتيجوا على أماكن مرخصة للسباحة من وزارة الداخلية رايحين تحافظوا على سلامكم وأمانكم. لكل حدا بحب يجي يستجم ببحيرة طبرية أو البحر الأبيض المتوسط، في عنا محطة إنقاذ بتتواجد بالشاطئ المرخص، وعلى كل محطة إنقاذ في لافتات مسجل عليها ساعات العمل تبعت المنقذين، من أي ساعة تبدأ الخدمات وأي ساعة تنتهي الخدمات تبعت المنقذين. وطبعاً بيكون في أعلى محطة الإنقاذ موجود أعلام إلها ألوان، اللون الأول الأبيض اللي هو مسموح السباحة، واللون الثاني الأحمر إنه السباحة محدودة بالشاطئ، واللون الثالث الأسود السباحة ممنوعة منعاً باتاً بأي مكان بالشاطئ. وطبعاً في عنا بكل الشاطئ بتتواجد لافتات، واللافتات اللي مسجل عليها باللون الأزرق والأبيض بتدل على الأماكن اللي مسموح نتواجد فيها ومسموح نسبح فيها، وبتدل على الشاطئ المرخص وحدود الشاطئ المرخص. أما اللافتات اللي مسجل عليها بالأحمر والأبيض بتمنعنا منعاً باتاً نتواجد بهاي المنطقة، لأنه هاي منطقة بتكون خطرة إنه نتواجد فيها. يا إخوان، في ظاهرة عنا بالمجتمع للأهالي اللي بيجوا مع الأطفال واللي بتركوهن لحالهن بالمي. أنا بطلب من جميع الأهالي اللي بيجوا يستجموا ببحيرة طبرية أو بالبحر الأبيض المتوسط أو بالبحر الأحمر، أولادكم ثم أولادكم، ما نتكل على طواشات الإيدين ولا نتكل على إعجال النفخ اللي منحط الولد فيهن. يا جماعة، ابنكم بفوت مع طواشات، الطواشي ممكن تنفس بلحظات ونخسر ابننا. وما تتكلوا إنه في منقذين، المنقذين بيساعدوكم وبيديروا بالهن عليكم، بس هذا الإشي لا يكفي، لأنه بالبحر الأبيض المتوسط في طيارات سحب خطيرة جداً وبتبدأ من علو متر. عشان هيك ما نخاطر بحياتنا ولا بحياة أولادنا، وبالذات بالبحيرة وبالبحر الأبيض المتوسط وبالبحر الأحمر. انتبهوا على هاي الظاهرة منيح وديروا بالكم على أولادكم. في شغلة مهمة مجبور أحكي لكم إياها وتفهموها مني. بعد ما نسكر محطات الإنقاذ إحنا المنقذين، إحنا من نادي بالمجرفونات بأعلى صوت إنه محطات الإنقاذ قفلت والسباحة ممنوعة
والسباحة خطرة بساعات الليل، بضل كميات كبيرة من الناس تسبح بالمي. يا إخوان أنتوا كيف بتقبلوا تسبحوا بساعات الليل؟ أنتوا مش شايفين شو بدور حواليكوا بالمي، وما بتقدروا تعرفوا شو بيكون فيه بالمي بساعات الليل. يعني أنتوا ما الرؤية اللي إلكوا محدودة، ما فيكوا تشوفوا شو بيصير حواليكوا، أو مثلاً يمكن تكون سفينة مرأة، أو يكون مثلاً نوع سمك مسم بالمي يقرصكوا يخليكوا تغيبوا عن الوعي وتغرقوا. هيك بتصير حالات الغرق بساعات الليل، أغلب حالات الغرق بساعات الليل. السباحة ممنوعة بساعات الليل وخطرة، وبالذات بالبحر الأبيض المتوسط خطرة جداً. ساعات الليل ديروا بالكم وتسبحوش فيها.